انا يمكن يعني بما ان المتبقي من وقت الفقره مش كتير، فانا عايزه اطلب من حضراتكم وحضراتكن ان انتوا اولا تقولوا لي من واقع نزول حملاتكم للشارع المصري، وتحديدا حديث اكيد اتكلمتوا مع ستات مصريات وفتيات مصريات كتيره جدا. اول شيء وهسمعها من كل حد من حضراتكم، ابرز المطالب او الاحتياجات اللي المراه المصريه يعني كلمتكم عنها، ورقم اتنين رسالة قصيرة بتوجهوها للناخبة المصرية. فنبدأ بدكتور جويس. هي أبرز المطالب طبعا بتكون اقتصادية قبل أي حاجة، لأن دايما الأعباء كتيرة، وطبعا في ظل الغلاء اللي حاصل دلوقتي، فده وإن كتير يعني من السيدات سيدات معيلات. حقيقي. فهم دايما الطلبات طلبات اقتصادية. طب هتقدروا تعملوا لنا ايه عشان تنزلوا الاسعار؟ طب هتقدروا ان انتوا تساعدونا ان احنا يبقى معانا الدخل اكتر علشان نقدر نقف ونواكب الاسعار والغلاء ده؟ دي كانت مطالب اقتصادية. طيب. مطالب اقتصادية قبل اي حاجة. ولو في رسالة عايزة توجهيها النهاردة للناخبة المصرية سيدة وفتاة، هقول لها زي اقول هنا في الكاميرا، ماشي؟ أو يعني براحتك. ماشي. هقول زي ما تعودنا دايما، وزي ما تعودنا ان انت قادره وواثقه، انزلي وعبري عن رايك ايا كان رايك، وانزلي وري الناس وفرجي العالم كله المراه المصريه اللي احنا كلنا بنفتخر بيها. صحيح. حضرتك يا دكتور. طبعا أنا محملة بالمرأة الصعيدية وهمومها، فأنا الرسالة للمرأة المصرية أو المرأة الصعيدية في المقام الأول هو ضبط الأسعار في الأسواق، لأن ده بيمثل أرق للمرأة المصرية. احنا بنلاقي فيه تفاوت في الأسعار، وكل يوم أسعار جديدة، وده مش نابع لأي أزمة اقتصادية في المقام الأول أكتر من أنه جشع للتجار. طبعا احنا محتاجين المرأة المصرية أو المرأة الصعيدية بتطالبنا دايما ضبط الأسعار، طبعا إيجاد فرص عمل، لأن احنا في بعض المحافظات ما فيهاش، مش ساحلية، مش تعدينية، مش زي القاهرة الكبرى، فبالتالي سوق العمل مش مفتوح. فبنحاول ان احنا بقدر الامكان يكون في من خلال منظمات الدوله، من خلال وزاره التضامن، يكون في مشروعات تهتم بالمراه الصعيديه. حلول. مظبوط. تهتم بانها توفر لها الاحتياجات التامة من مشروعات صغيرة تتناسب مع البيئة بتاعتنا. أما بالنسبة للرسالة اللي بوجهها للمرأة، انزلي شاركي، أنت بتصنعي مصنع، بتصنعي تاريخ بلدك، بتصنعي اللي جاي بكرة لأولادك، رهننا عليكي في كل الاستحقاقات، وكنت قد الرهان، وأعتقد أن الرهان جاي هتنجحي وتنجحي بتفوق. أستاذة سميرة برضو نفس السؤال. تمام. والرسالة كمان. أوكي. بالنسبة لمطالب المرأة في الفعاليات وفي المؤتمرات، المرأة المصرية هي أكتر واحدة بتحس بالأمان وبتستشعر الأمان. فلما دلوقتي بنتكلم معاها إيه مثلا متطلباتك، المتطلبات هي متوفرة بالضرورة في توفير نعمة الأمان. أيوة. في النظر حتى المواطنات البسيطة طبعا. جدا كفاية اللي بيحصل، المشاهد اللي شافوها في القضية الفلسطينية واللي بيحصل من الاحتلال. فبالتالي متطلباتها أصبحت إن هي توفير الأمان وما باقي فهو حصاد. معلش ده حضرتك، والرسالة عشان بس لازم نطلع فاصل. أكمل بس الحتة دي. فالحصاد اللي تم بناؤه خلال العشر سنوات الماضية هيتم إن شاء الله في الفترة القادمة. الرسالة، المرأة المصرية دايما هي صمام الأمان للمجتمع والهوية المصرية. فبالتالي نزولها وإيمانها بالمشاركة هو إيمان للمجتمع بحاله إن هو هينزل ويشارك. طول عمرها حجر الزاوية ورمانة الميزان المرأة المصرية. نورتونا جدا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا. استنونا.